السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد مع برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا من مدينة حلب ومن أحد أحيائها المحررة، سور المدينة القديم شاهد عريق على أصالة الحي. منه عبر أجدادنا حجاجا لبيت الله الحرام. اتساع رقعته الجغرافية تضمنت بساتين زادت من جمال الحي، حتى غدت في غمار ثورتنا المباركة بساتين النصر. احتضن الحي ثوار المدينة مع انطلاقة الحراك السلمي لثورة العز والكرامة. شريان حلب مر من حي بستان القصر والكلاسة عبر معبر كان الشاهد على قنص مئات الأبرياء بتوقيع النظام المجرم. أصر حي نهر الشهداء على الحياة، فشكل أبناؤه مجلسا يعبر عن تطلعاتهم. قبل البداية نذهب وإياكم أعزائي المشاهدين مع التقرير الذي أعده فريق البرنامج. ما بين عراقة تاريخ أحياء حلب وصفحة من صفحات تاريخ ثورتنا المباركة، يبرز حي بستان القصر والكلاسة كأكثر الأحياء عراقة وفعالية في المدينة، حيث يترجم أبناء الحي فعاليتهم بمجلس يشرف على الخدمات والإغاثة والتعليم، تجربة نوعية تسجل لأعضاء المجلس، فمدارس الحي هي من تنتخب مدير المكتب التعليمي في المجلس. نحن هنا في مدرسة أجيال الشام الواقعة في بستان القصر. مجلس الحي استطاع تأمين مكان المدرسة من أجل تعليم الطلاب بدون مقابل أو أي تدخلات داخلية داخل المدرسة. الله يجزيهم خير، يعني قدموا مساعدات للمدرسة، كما استطاع كمان مجلس الحي تقديم فرش مسجد بالمدرسة، إحدى الصفوف فرشناها مسجد من أجل صلاة الطلاب في المدرسة. حيوية الحي في الشق المدني لا تقتصر على الجانب التعليمي والخدمي والإغاثي، بل سبق ذلك نشاط ثوري كان له الدور الأبرز في مسيرة الحراك السلمي الثوري في مدينة حلب. أعزائي المشاهدين، نرحب بضيوف هذه الحلقة، السيد أحمد أدنى رئيس مجلس حي بستان القصر، والسيد عبد الغفور حلبي رئيس المكتب التعليمي، والسيد عبد القادر رئيس المكتب الإغاثي. أهلا وسهلا بكم أستاذ السيد. السؤال الذي يطرح نفسه، مكتب الإغاثة في بستان حي بستان القصر والكلاسة، طبيعة علاقته مع مجلس حي بستان القصر والكلاسة، كيف بتديروا علاقتكم؟ كيف مدى تناغمكم مع بعضكم؟ هلا السؤال مغلوط شوي، لأنه هو مكتب الإغاثة هو أصلا جزء من مجلس حي بستان القصر والكلاسة، فلا ينبغي أن نسأل عن علاقته مع مجلس الحي، لأنه أصلا جزء وهو مكتب من مكاتب مجلس الحي. يعني هل البيانات التي يديرها المكتب الإغاثي هي تحت تصرف المجلس الحي ككل، ام هي في يديرها من يقوم على المكتب الإغاثي؟ استطيع القول ان قاعدة البيانات هي موجودة ومتوفرة على برنامج، وهذا البرنامج لا يمكن نسخه طبعا حسب معلوم المجلس المحلي. يعني البرنامج هو عبارة عن برنامج متكامل لا يمكن نسخه ونسخ البيانات منه، فهي مشكلة صراحة تقنية يصعب من خلالها أن تنسخ الملفات إلى ملف آخر أو ثاني أو ثالث وهكذا. لذلك فقاعدة البيانات موجودة لدى مكتب الإغاثة، ولكن نحن كنا مؤخرا نقدم بشكل شهري الإحصاءات اللازمة التي تفيد عمل مجلس الحي. سيد أحمد، أعيد طرح السؤال بطريقة أخرى، المكتب الإغاثي وعلى المكتب القانوني مع المكتب التعليمي، هل أنتم تعملون كفريق؟ هل هذا الجو إن شاء الله موجود ضمن مجلس حي بستان القصر والكلاسة؟ أبدأ بالجواب على السؤال حيث انتهيت من الأستاذ عبد القادر، في أنه المكتب الإغاثي هو جزء من مجلس الحي وكذا، لا هو جزء على الورق، لكن عمليا لا. فموضوع انه وين انت تقول لا؟ اقول لا، انه لا احد، مو انا كرئيس مجلس، لا احد من اعضاء المجلس يعلم شيئا عن مكتب الاغاثه. مع مين بيتعامل؟ مين الجهات اللي بتدعم؟ ايش في موارد ممكن تجينا من متبرعين، من محسنين، من كذا؟ ما حدا بيعرفه. مثل ما قال احدهم، الاغاثه عندنا صندوق اسود. طيب ثواني، انا اريد اتساءل،
قراراتكم، ذكرت حتى قرار جماعي، والسيد عبد القادر اظن يحضر اجتماعات مجلس حي، اليس كذلك؟ ملتزم تماما. طيب هذه القضايا الا يتم مناقشتها؟ الا يتم يعني طبعا من الان يعني انا هنا بوجود استغل وجود الاستاذ معاذ. نعم. الاستاذ عبد القادر موجود معنا الان. انا من العام الى الان اطلب منه بيانات، فكان الجواب تسويف كم يوم لشهر كم كذا، بعطيك قاعده البيانات. فنحن هنا ما نعلم، ما أعلم أنا ما أعلم ولا أي أحد من أعضاء المجلس كم مستفيد عنا بالحي، كم التغطية. كل ما وردني من مجلس الحي، من المكتب الإغاثي إلى مجلس الحي، تقريرين فقط، وتقريرين يعني لا ترتقي إلى ما رأيك أن نسمع وجهة نظر الأستاذ عبد القادر إذا سمحت؟ نحن قدمنا لرئاسة مجلس الحي على علمي أكثر من 4 تقارير شهرية، وتضم إحصاءات غنية عن الشهداء، عن المصابين، عن المفقودين، وهذا ما يفيد صراحة رئاسة المجلس. أما أسماء العائلات وعدد الأطفال لديها و يعني أسماء أولادها، الخلل ليس في موضوع التواصل، وإنما في فهم المهام. مهام يعني مهام كل أحد. ليس مطلوبا لجميع المكاتب أن تعلم أسماء العائلات المستفيدة، ولكن لازم على جميع المكاتب أن يكون لديها علم بعدد العائلات الموجودة والمسجلة لدى المكتب الإغاثي. فالمطلوب الآن أن يعرف كل دوره، ويعرف كل ما يجب أن يعلمه من معلومات. أريد أن أنقل سؤال الآن، هل هناك نظام داخلي؟ سيد أحمد، هل هناك نظام داخلي اجتهد عليه المجلس، مجلس الحي أو مجلس المدينة، ينظم علاقة مكاتب مجلس الحي؟ طبعا في النظام الداخلي اللي هو مصدره من مجلس المدينة. نعم. نعمل عليه. أما مثل ما تفضل الأستاذ عبد القادر في أنه أو يعني أرفض أن تقارير، ما في إلا تقريرين حتى فيهم رقمين أو 3 فقط. أما ما أرفضنا، وأنا أتحدث أنه بعت لي تقرير، ما بدي الأسماء، أنا ما بدي الأسماء، بدي كم عدد الشهداء، كم عندي يتيم، كم عندي كذا، ما بدي أنا أسمائهم. أنا أتسأل حتى كأرقام عم بيقول بعتنا ما بعتنا. أستاذ أحمد، أسأل الآن، النظام الداخلي الذي وضعه مجلس مديني، هل يحدد وينظم علاقة المكاتب مع بعضها البعض؟ طبعا ينظم، ولكن مكتب الإغاثة هذا كان له خصوصية وحاولنا نحكي فيها. نعم. في مجلس المدينة أقر المدير المكتب السابق أنه نعم في إشكالية، فما أعطانا مبرر ليش هالإشكالية، يعني ما ساهم في حل، ما حاول هو كمكتب إغاثي في مجلس المدينة. ما أعطانا جواب ولا ساهم في حل، لأني هلأ أود ساهم في حل، في حال وجود خلاف. أما هون خلاف ما في، كخلاف يعني شخصي كذا. نحن نتحدث الآن عن عمل، عن عمل. تمام. أما العمل ما أظن يعني أنه مثل ما بيقول الأستاذ أنه لازم يفهم كل واحد مهامه. طيب ما لشي، أنا هلأ بدي ممكن أسأله ما هي مهام رئيس المجلس، بس هيك كي لا نتحول إلى اليوم إلى اليوم إلى سجال. بس أنا أريد ساعدني أستاذ أحمد، أرجوك. طيب. عندما المكتب الإغاثي حاول أن يوضح صورة العمل، لم يقدم حلول؟ أنا الآن اليوم أنا نحن نتحدث الآن، مجالس أحياء هي وحدات إدارية تابعة لمجلس المدينة، ومجلس المدينة المعني في تنظيم علاقات، في توصيف المهام، في توضيح هذه الأمور. هل هناك توصيف واضحة للعمل؟ بالنسبة للمجلس أو المكتب الإغاثي في مجلس المدينة ما لقى حلول ولا كذا. حتى في طبعا سأل السؤال قبل منه أنت، هو ما أنا أجبتك عليه، لازم كانت تكون الحلول تنبثق من اجتماعنا نحن كأعضاء مجلس الحي. فكان دائما كل رئيس مكتب أو مدير مكتب على حدة يفهمني أنه نحن إذا كان صوتنا أو اقترحنا على أي شيء ممكن يتأثر فيه مدير المكتب أو نائب مدير المكتب، ممكن يصير خلل، ساعدني تظلم ناس ساعدني في هذه النقطة. المكتب القانوني في حي بستان القصر والكلاسي، ألم يكن له دور في هذا الموضوع؟ المكتب القانوني ليس له دور على الإطلاق، إلا دور يعني بالعكس كان مسيء. نعم، علما كان يسيء لمجلس الحي
بأعضائه. طيب بأعضائه، يعني ما عنده ولا صديق إلا دائما يعني يحاول بمعنى بالعامية إنه يتبلى كل مكتب والقذف. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد المشاهد الآن يتابع. إيه؟ أنتم حسب ما فهمت من نهاية 2014 صلكم عام كمجلس حي، كما هناك آلية للتشكيل، هناك آلية للترميم للكذا، في حال كانت وجود هذه الملاحظات، لماذا لم يتم محاولة ترميم المجلس على مدار عام كامل؟ يعني هذا هناك من يتهمكم في التقصير في نعم أجيبك أجيبك أجيبك. نبدأ من المكتب نعم. القانوني، المكتب القانوني ما استفاد منه المجلس ولا بأي شيء اسمه قانوني. طب لماذا لم يستند لغيره هذه المهمة؟ لحظة بس هيك أكمل، إلا أنه هو دائما يكيل التهم إلى أعضاء المجلس، بتبلى على أعضاء المجلس وتحريض الناس على مكتب الإغاثة. سيدي نحن عندما رفعنا، معلش أجيبك أستاذ أجيبك، وقت اللي رفعنا نحن مقترع في أنه نرمم. تمام نعم نعم، حتى من جملة أول ما رفعنا الاقتراح الترميم بيعرف الشيخ معاذ في أنه الشيخ عبد القادر نعم الشيخ عبد القادر في أنه موضوع الترميم مكتب الإعلامي. نعم، لماذا لم يتم الترميم؟ وصار عليه توافق وبالمقترح بكامل أعضاء المجلس. نعم. ورفعناه للمكتب القانوني. نعم، لأن في النظام المكتب الداخلي القانوني في المجلس في مجلس المدينة. المكتب القانوني بمجلس المدينة إيش بيقول لك؟ إنه تقترح نعم. إلى المكتب القانوني، والمكتب نعم. القانوني هو الذي ماذا كان الجواب؟ قال أنا نام القرار عنده، بعد شهرين ثلاثة بيرجع قال إيه أنت في عندك في الصيغة خطأ، ونحن الآن ما بنحسن نأخذ قرارنا. إذا نحن كان ننصف الأطراف بشكل عام، هناك نحن في مؤسسات الثورة ننطلق في مسير تراكمي، هناك مسؤولية موزعة بين مجلس المدينة ومجلس حي لحلحلتها، موضوع التوصيف، موضوع الترميم، موضوع متابعة تجديد المجالس ما تكون مرتبطة في الانتخابات. يعني جملة معادلات هي اللي أدت لهذا التعطيل لتجديد المجلس. طبعاً يعني طبعاً هي في جملة معادلات. نعم. في جملة معادلات، وما كان هذا يعني ما بحسن بقول لك لوجود تكتلات. نعم. ما قدرنا نوصل للإنصاف وإيجاد الحلول. سيد عبد الغفور، المكتب التعليمي يجري سلسلة أو خلينا نقول اجتماعات دورية. ما هي هذه الاجتماعات وما هي فائدتها وماذا تعود على الحي؟ تماماً، نحن في المكتب التعليمي نسعى إلى اجتماعات دورية تقريباً نصف شهرية، يجتمع فيها مدراء المدارس أو ممثلون عنهم، والغاية من هذه الاجتماعات هي تبادل الآراء وعرض المشكلات التي تتعرض لها كل مدرسة على حدة، ثم تقديم اقتراحات لعلاج هذه المشكلات بما بالإمكانيات المتاحة لمجلس الحي. يحاول كل مدير تشخيص المشكلة عنده في المدرسة أو تحديد المشكلة وتشخيصها من قبل الحضور، والحضور هم كلهم من المعنيين في العملية التعليمية بصراحة. هل كان لهذه الاجتماعات مخرجات يعني أثرت إدارة العملية التعليمية في مجلس الحي؟ بالتأكيد، مثل الاجتماعات تمخضت عنها أمور كثيرة، منها يمكن أن نصل في المستقبل إلى صندوق مشترك لمستودعات المستودعات المدارس. يعني المدارس كل مدرسة لديها بعض الموارد البسيطة. طبعا إذا أجرينا مسح إلى لكل هذه المدارس عما تحتويه ووضعت في يد المكتب التعليمي، يستطيع المكتب التعليمي إجراء موازنة بين تلك المدارس وسد احتياجات بعضها. خرجنا أيضا بمخرج مهم من الاجتماعات، وهي رفع بعض المشاريع إلى الجهات الداعمة كمشروع التدفئة. نعم. الحي يعاني أبناؤه من البرد القارس، حاولنا جاهدين التواصل مع مديرية التربية والمكتب التعليمي في مجلس المدينة، لكنهم يعني عبروا عن فقدانهم. هل مدارسنا لحد الآن بلا تدفئة؟ نعم نعم، ونحن الآن في مع مطلع الأربعين. نعم، مدارسنا الآن بلا تدفئة،
لا الإدارات ولا الصفوف ولا طلابنا. يعني حتى بعض المدارس وضعت سواتر على الأبواب، ليس لديها أبواب. مديرية التربية مشكورة سعت في تقديم يد العون لبعض هذه المدارس، ولكن مديرية التربية إن لم يقدم إليها شيء فكيف تستطيع سد حاجات المدارس؟ سيد عبد القادر، الآن السلل الإغاثية التي تدخل على الحي، كم سلة حاليا في هذا الشهر تدخل على الحي، وماذا تغطي من احتياجات السكان؟ نعم، حاليا بالنسبة للسلة الغذائية المقدمة في الحي لا تتجاوز 3500 سلة غذائية بشكل شهري، وهي تغطي ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الحي البالغ احتياجه حوالي 6000 سلة غذائية. بصراحة هذا السؤال هو مقدمة لما يلي. نحن في ظل الثورة، هناك شهداء، هناك جرحى، هناك أرامل، هناك شرائح كثيرة أفرزتها سنوات الحرب الطويلة التي يعاني منها الشعب السوري. هل هناك شرائح في توزيع الإغاثة؟ نعم، لدينا في مكتب الإغاثة مسؤول للتوثيق والأرشفة لأسماء الأيتام وأسماء الشهداء والمفقودين، وحتى أسماء الأرامل التي توفي الأب وفاة طبيعية. نعم. وهذه الأسماء دائما مسؤولية هذا الشخص أن يذهب للجمعيات التي تعنى بشؤون الأيتام والأرامل لتأمين دعم إضافي لها، يعني دعم آخر غير السلة الغذائية التي يقدمها لها مجلس الحي. إذن هي خارج إطار مجلس الحي، ليس ضمن المخصصات الحية يتم لها الأولوية في التوزيع؟ لا، هي من ضمن الأولويات في التوزيع، توزيع السلة الغذائية، ولكن نبحث دائما عن كفالة دعم الأيتام. إضافية. نعم، كفالة الأيتام، كفالة المصابين الذين أصيبوا بإصابات معيقة. نعم، ولكن هذا كله ضمن أعمال مكتب الإغاثة الذي يتبع وهو أحد أجزاء أو مكونات مجلس. هناك كفالات حاليا الآن في عائلة السفيدة أم يتم السعي لها؟ هناك أكثر من 180 شهيد مكفول، عائلة شهيد مكفولة، وهناك بعض العائلات الذين أصيب ولي الأمر فيها بإصابة أدت إلى شلل أيضا كفلت لدى جمعيات تهتم بالمصابين. أعزائي المشاهدين، فريق البرنامج تجول في حي بستان القصر والكلاسة واستطلع آراء أهل الحي حول الخدمات التي يشرف عليها مجلس حي، لنذهب وإياكم ونرى آراء سكان حي بستان القصر والكلاسة حول أداء وعمل مجلس الحي. أنت من سكان حي بستان القصر؟ نعم. شو بتعرف عن الخدمات اللي بيقدمها مجلس حي بستان القصر والكلاسة للأهالي؟ والله حسب إمكانياتهم كويسة، إمكانيات ضعيفة يعني. هاي قدرتهم. كل إمتى مثلاً بيوزعوا هون إغاثة في الأحياء؟ كل شهر. أنا بالنسبة لي كل شهر. تمام. المجلس الحي بيشرف على حيين مع بعض، الكلاسة وبستان القصر. بتشوف أنت شيء في تمييز بين الحيين؟ والله حسب معرفتي لا. حسب يعني معرفتي لا. في عدل وتساوي بين الأحياء. أنا بقول لك سكان الكلاسة أقلية، يعني ناس مهجرة على النظام، ناس مهجرة على تركيا، يعني عدد أشخاص قليل عم ياخذوا، بس يعني ما في تمييز. بس بعد يعطون يعني ما بصير ما يعطون. بتعرف خدمات بيقدمها مجلس حي بستان القصر والكلاسة؟ والله أهم خدمات وأهم النظافة اللي عم تشوفها هون صارت بساحة الكلاسة، لأنه من فترة صارت الوسخ هون صار كتير. فهي أول خدمة سوينا إياها. طيب وبالنسبة للإغاثة شو بتعرف عنا؟ والله في إنصاف يعني، الحمد لله في إنصاف وما في. كل إمت هون في توزيع إغاثة؟ والله قبل هالشهر هاد كان تقريبا كل شيء 20 يوم، هلا صير تقريبا كل شهر تقريبا. الناس هون ككل بتاخذ إغاثة ولا في فئات معينة؟ لا كل الناس تاخذ. الكل يعني على مستوى منطقتنا، يعني نشوف بعيننا أهالينا قرايبنا جيراننا كلهم بياخذوا خدمات. ما في تقول تميز هذا الحي عن الحي، لا، لأنه هن الحيين بحي واحد بالأصل، ممزوجين. في عدل طبعا، في عدل بالموضوع، وخاصة كرئيس مجلس، يعني عدا أنه أنا رجل بعرفه بيعرفني، هو مفترض أن يكون هو مجلس واحد وليس مجلسين لحيين، حي واحد. إذن المجلس الحي ينصف ما بين الحيين في الإغاثة والخدمات؟ إغاثة، أما الخدمات ما بفتكر. إغاثة ممكن، نحن عندنا رؤية للموضوع، إغاثة ممكن، أما خدمات لا أعلم، يعني ممكن في تقصير جدا بالموضوع،
بالنسبة للحيين اللي في حي أكثر من حي؟ بكل الحيين ما وليس بالحي في تقصير بالخدمات، ولاحظ أمامك تعرف الأمور. كخدمات ممتازة يعني، بس كإغاثة شوي في عندهم مشاكل إغاثة، يعني دائما في خلاف بين المدنيين وبين مكاتب الإغاثية بكل المناطق البستان القصر وكل مكاتب بستان القصر. يعني في عندك اللي بيقولوا لك القسم السادس ما عم يوزع هالشهر، والقسم الخامس ما عم يوزع. باعتبار الأقسام في هذا وقف دعمه وهذا ما وقف دعمه، مشكلة مكتب الإغاثي، وما حدا عم يعرف شو وين أي مكتب يوزع وأي مكتب يوزع. في كتير عالم حقوقها مهدورة بالنسبة للإغاثة في بستان القصر. أعزائي المشاهدين، نعود إياكم لمتابعة هذه الحلقة. سيدي، بشكل عام كان محور الأسئلة التي وجهت للمواطنين هل هناك عدالة في توزيع الخدمة ما بين بستان القصر والكلاسة. معظم الناس يعني دعمت أن هناك عدالة، بعض الأشخاص اعترض على هذا الموضوع. برأيك هل المجلس ينصف الحي، ينصف السكان بستان القصر والكلاسة على حد سواء؟ نعم، العدالة إلى حد ما ضمن المعطيات. نعم. لكن إذا كان صار في تقصير شيئا ما في العدالة فهو بسبب يعني قلة المعدات. نعم. والمعطيات اللي بين إيدين يعني. نعم. المكاتب يعني سواء كان مكتب الطبي أو مكتب الخدمي أو مكتب الإغاثي أو مكتب ضمن هالإمكانيات، فهو ما يتقصد أي مكتب. نعم. أنه هو يدعم حي الكلاسة في الخدمي، ما يدعم بستان القصر بالخدمي، أو الإغاثي يدعم بستان القصر والعكس صح. لا لا لا، ما هو هذا القصد. نعم. سيد عبد القادر، أيضا بالنسبة لموضوع الإغاثة كان بشكل عام هناك يعني رضا من خلال النسب، إلا بعض المستطلع أراهم أورد بعض الملاحظات. هل هناك عدالة في توزيع الإغاثة؟ المشكلة قبل العدالة، المشكلة في أن الحي فيه كثافة سكانية عالية وهو مظلوم إغاثيا إذا ما قارناه مع أحياء أخرى. نعم. والسبب في ذلك أن العديد من المنظمات حتى مجلس المدينة يعني ينظر إلى الحي مثله مثل أي حي آخر، ولو تعداد الحي 300 مثلا، 300 في حي لنفرض سين هو مثله مثل حي بستان القصر والكلاسة اللي فيه 6000 عائلة. فهي المشكلة اللي عم تسبب لنا إحراج مع الناس، والناس أحيانا يعني دائما بتجي وبتقولنا أنه بفلان حي عم بيوزعوا كذا وكذا وكذا، ليش أنتم ما عم بتوزعوا؟ هناك يعني هناك تشكي من الناس دائما في هذا الشق في معظم المناطق التي نزور بها نتزور. لماذا الناس غير راضون عن هذا الموضوع بشكل عام بغض النظر عن هذا الحي؟ هلا في موضوع الإغاثة صراحة لن ترضي أحدا، إن أعطيت الجميع لن ترضيهم، فإن أعطيت الجميع سيقول لك لما أعطيتني هذا الشيء ولم تعطني من ذاك الشيء. فدائما في تشكي ودائما في هل من مزيد، يعني هذا حال الناس. ويعني سبحان الله، نقاط قوة المكتب الإغاثي وضعفه في ظل دورتكم الثالثة حاليا في المجلس. نعم، من أهم نقاط القوة إدارة العمل الإغاثي بشكل مؤسسي. نعم. عبر تقسيمه إلى قطاعات عمل. من نقاط القوة تماسك الفريق رغم عدم وجود أي محفز مالي لهم كرواتب. نعم. وما شابه. من نقاط الضعف عدم كفاية الإغاثة التي تقدم، طبعا هذا الأمر لا يتفهمه الكثير من المواطنين ويضع اللوم صراحة على المكتب الإغاثي في ذلك، وهو موضوع إمكانيات. نعم، موضوع إمكانيات. نعم. بالأخير يعني ما يقدم لي أقدمه للناس. نعم. وأي تقصير يقصر في حق المكتب فسيعود على الناس. سيد أحمد، الرسالة في ختام هذه الحلقة توجهها لأهالي بستان القصر والكلاسة ولأهالي مدينة حلب بشكل عام. الرسالة اللي بوصلها لأخوتنا في حي الكلاسة وبستان القصر، أخوتي نحن متطوعين لخدمتكم. نعم. نحن متطوعين أولا وأخيرا لخدمتكم، لكن ضمن الإمكانيات وأنتم عايشين معنا في هالبلد وشايفين ظروف القصف وظروف يعني إيصال الإغاثة إلى المدينة ما هو بالأمر السهل، يتعرض كما معلوم يعني لدى الجميع، يتعرض للقصف، يتعرض للبراميل، طبعا أزمة المياه. نعمل نحن الآن بكل ما نستطيع، لكن ما بيقدر يعني الله يعني طلب الناس ورغبة الناس يعني ما عنده مانع إذا كان عند كل بيت واحد خزان مي،
طب نحن نعمل لأجلكم، نعمل ضمن إمكانياتنا. يعني نحن عبتجينا 10 خزانات عم نحط الأولى فالأولى، وتكون في عندي 1000 خزان راح نقول لكل الناس. هذا من ضمن موضوع الخدمي. نحن يا أخوي نحن نعمل ونحن صوت لكم وإيصاله إلى الناس المسؤولين والمعنيين. يعني معلش التمسونا عذر إذا ما قدرنا نقدم لكم يعني كل الخدمات اللي هي طبعا يعني نحن نسعى لها، ولكن ضمن الحدود وضمن الإمكانياتنا اللي نحسن نقدمها. الآن نحن في عنا يعني هلا باشر وبعض المنظمات تعمل معنا على العمل من أجل هذا، وآخرها كان التوقيع على مشروع انه رفع انقاض وازاله ابنيه قايله للسقوط. نعم. وكذا مع رفع انقاض 10 نقاط رفعنا انقاضا معناتها رحلنا كذا متر مكعب من الانقاض. نعم. فهذا كله لخدمه الحي. اما موضوع الكهرباء والمي هي مشكله عامه ما هي من يعني تقتصر على حي الكلاسي وبستان القصر. نعم. سيد عبد الغفور، هل من وعود لاهالي بستان القصر والكلاسي في المرحله القادمه في الجانب التعليمي؟ إن شاء الله. بالفترة الأخيرة تم إحداث عدد من المدارس بمساعدة مديرية التربية كتأهيل أقبية جديدة في الحي، وطبعا الفكرة أن المدارس الموجودة في الحي معظمها أقبية اليوم، أقبية جهزت من قبل مديرية التربية وبعضها جهز من قبل بعض المنظمات. كان الهدف من هذه الأقبية أن يكون أبناؤنا في مكان حصين بعيد عن قصف النظام. وجدنا في الآونة الأخيرة كيف أن النظام يتعمد قصف المدارس وأحدث عدد كبير من المجازر في حق أطفالنا، أولئك الأزهار البريئة التي تذهب إلى المدارس لتلقي العلم بعيدا عن مهاترات السياسة والمهاترات التي تحدث في الأوساط الدولية. هؤلاء من حقهم أن يعيشوا بأمان، من حقهم أن يتعلموا، من حقهم أن يطمحوا لمستقبل أفضل بعيدا عن كل هذه الصراعات. ولكن النظام يتعمد بطائرات روسية، سرب من الطائرات الروسية بقوة جبارة هائلة تتوجه بصواريخها الهستيرية تجاه أطفال أبرياء. فنحن نسعى بمساعدة مديرية التربية والمكتب التعليمي إلى إيجاد جو ومناخ تعليمي بعيد عن كل هذه الصراعات وتوعية أبنائنا ليقودوا المرحلة القادمة إن شاء الله. سيد عبد القادر، ثورتنا ثورة عز وكرامة، وحاول كثير من أعداء الثورة تشويه ثورتنا لتحويلها إلى ثورة إغاثة أو إلى ما هنالك. ما هي الرسالة التي حبت أن توجهها في هذا الاتجاه؟ سبحان الله، من بداية العمل في الإغاثة كان لدى الفريق الذي يعمل المتطوع كان لديهم طموح، وكلنا إلى هذه اللحظة طموح أن نتحول من مكتب إغاثة إلى مكتب تشغيل، إلى مكتب يساعد الناس على إيجاد فرص العمل، يساعد الناس على تعلم المهن لمن فقدوا مهنهم أو لمن كبروا في ظل الثورة ولم تكن في يدهم أي مهنة. صراحة هذا طموح نطمح له. الإغاثة هي أمر سلبي وليس إيجابي، هذا الذي أريد أن أتحدث به. صراحة الإغاثة حتى لعائلة اليتيم وعائلة الفقير، أن تعلمه الصيد خير لك من أن تطعمه سمكة. في ختام هذه الحلقة أشكرك سيد عبد القادر، كما أشكر السيد عبد الغفور حلبي والسيد وبكم وإياكم أخي والسيد أحمد أدنى، أشكركم على سعة صدركم. في ختام هذه الحلقة من هنا من مدينة حلب ومن حي بستان القصر والكلاسة، كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في حلقة خاصة لمجلس الحي. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إخراج وإعداد هذه الحلقة، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم. إلى لقاء جديد، أستودعكم الله في حفظي ورعايتي، والسلام عليكم ورحمة الله.